البرلمان يقترب من إقرار الموازنة، المالية النيابية تصوت على عدد من موادها، وتحذيرات من تضخم العجز. المفوضية تعلن استعدادها لإجراء اقتراع مجالس المحافظات، ومطالبة تطبيق المادة 140 تعود مجدداً. المحاضرون يصعدون احتجاجاتهم، قطع طرق حيوية في النجف وميسان، وساحة التحرير تستعد للتظاهرات. مطمئنة بخزين مائي، الموارد تتحدث عن تفاهمات مع دول الجوار، والجفاف يحاصر المزارعين في كركوك. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار. أعلنت اللجنة المالية النيابية التصويت على عدد من مواد الموازنة، فيما استضافت محافظ البصرة أسعد العيداني. بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ذكر أن اللجنة استأنفت التصويت داخلها على عدد من المواد المضمنة في الموازنة، بينما أرجت التصويت على بعضها بغية إنضاجها بما ينسجم مع تنفيذ البرنامج الحكومي. كما ناقشت مع محافظ البصرة مشروع تحلية مياه البحر فضلا عن مجاري الطاقة الكهربائية. رجح عضو في اللجنة المالية النيابية جمال كوتشر تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة يوم السبت المقبل. كوتشر أشار إلى أن عجز الموازنة الحالية هو الأكبر بتاريخ موازنة البلاد، إذ تجاوز 64 تريليون دينار، مبينا أنه سيتم الإبقاء على العجز الحالي. وأكد استمرار اللجنة المالية تواصل التصويت على بنود الموازنة تمهيدا لإعداد صيغتها النهائية من أجل التصويت. أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب علي الحميداوي قناعة السلطة التشريعية في رفع تخصيصات تنمية الأقاليم على حساب تخصيصات الوزارات. الحميداوي خلال استضافته في نشرة سابقة أضاف أن هناك توجها لتقليل عجز الموازنة إلى أقل من 40 تريليون دينار. يعقد مجلس النواب اليوم جلسته الاعتيادية للتصويت على بعض المشاريع. بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ذكر أن جلسة الغد ستعقد بجدول أعمال يتضمن استكمال التصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتعاقد للعمال. وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة الأخيرة على عدد من مشاريع القوانين. أكدت المفوضية العليا للانتخابات اتخاذها كافة الإجراءات الاستباقية تحضيرا لانتخابات مجالس المحافظات المحلية المقرر إجراؤها في مدة أقصاها 20 من كانون الأول المقبل. المتحدث باسم المفوضية جمان الغلاي قالت أن صيغة سانتيغو اعتمدت ضمن القانون الحالي في تعديل الثالث لقانون الانتخابات، وأن المفوضية ما عليها سوى تنفيذه. يتابع السادة أعضاء مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادات المفوضية وشروعها بالتحضيرات المتمثلة بالمهام والأنشطة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية لتنفيذ فقرات الجدول العملياتي الزمني بما يضمن المسار الصحيح لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم هذا العام وفقا للمعايير الدولية. في سياق التواصل مع شركاء العملية الانتخابية، بحثت عضوة مجلس المفوضين ورئيسة فريق تمكين المرأة في مفوضية الانتخابات الدكتورة أحلام الجابري مع نقيبة المحامين العراقيين سبل التعاون المشترك بين المفوضية والنقابة من خلال وضع خطة تثقيفية مشتركة بين الطرفين لزيادة الوعي الانتخابي بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، مع الاهتمام بمسألة تمكين المرأة ودعمها سياسيا في الانتخابات المحلية المقبلة. أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبح المندلاوي أن تطبيق المادة
140 من الدستور يخدم كل العراق لا إقليم فقط. المندلوي قال أنه لم يتم التعامل مع تطبيق المادة وهناك مناطق متنازع عليها في سهل نينوى، موضحا أنها لو طبقت المادة 140 لما حصلت الاختلافات بين المكونات المتواجدة في المناطق المتنازع عليها. لم تشفع محاولة التقريب بين الحزبين الكرديين البارت واليكتي بردم فجوة الخلاف بينهما، فكلما تقدم الغريم خطوة ابتعد الآخر خطوات، مؤثرين في العملية السياسية على العراق ككل. الأزمة الكردية الداخلية بين أكبر الأحزاب الحاكمة في الإقليم، الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي، حلها قد طال كثيرا بل تعقدت في الفترة الأخيرة بشكل غير متوقع. ملامح بناء علاقة جديدة بحوارات وتفاهمات ضامنة للشروط التي تقدم في خطوات الاتفاق، يرى الطرفان بأن المضي بها أصبح إلزاميا لمصلحة الكرد. صحيح هناك مشاكل ولكننا قادرين على حلها بالحوار وبالنقاش وبالتقارب وبكل الأسلوب، أسل الأخوية التي هي متاحة ما بيننا. إذن صحيح هناك خلافات ولكن هناك محاولات لرأب الصدع، وما حصل من خلافات وعدم الاتفاق في الرؤى، ولكن نحن متفائلون جدا في أننا قادرين على حل هذه المشاكل في أقرب فرصة ممكنة. العمل على إنهاء مقاطعة الاتحاد الكردستاني للحزب الديمقراطي بأي مسؤولية تخص إدارة الإقليم ربما قد جاء نتيجة ولادة شك عند الطرفين بأن قوة الخلاف ستفتح مجال المنافسة لأحزاب كردية أخرى على مقدرات الإقليم. هكذا يصف مراقبون بوادر التقارب الكرد الجديد. بكل تأكيد لديهم قناعة تامة بأن خلافهم قد يؤدي حتى إلى ضياع الفرصة في بقائهم في الحكم. لا يخفى على أحد أن هناك قد تكون أحزاب منافسة، قد تكون شخصيات تريد أن تتولى هذه المناصب، وبالتالي أي خلاف ينشب ويكبر قد يكون يعود بالسلب عليهم. لذلك هم يتفقون من أجل مصالحهم، من أجل أن يبقون في الصدارة، من أجل أن لا تحل قوى أو حركات سياسية كردية في محلهم. رغبة إصلاح العلاقة الكردية المتوترة يمتلكها الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي، لكن بنود الاتفاق غير المحددة هي من حافظت على إدامة الخلاف وصعبت محاولات الحل. وبالرغم من قوة الخلاف الكردي داخل الإقليم بين الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي، المؤشرات تقول بأن الطرفين سيذهبان إلى الحوار والتفاوض من جديد على رؤية موحدة لحل مشكلتهم العالقة. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بدء العمل على مشروع طريق التنمية الاستراتيجية لربط ميناء الفاو مع الحدود التركية ومنها إلى أوروبا. السوداني في مقال صحفي أشار إلى أن بغداد تستعد لاحتضان اجتماع يضم وزراء النقل، دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا وسوريا والأردن أواخرها هذا الشهر، معلنا الاستعداد للإعلان عن جولات جديدة لطرح حقول وزق استكشافات للاستثمار في قطاع الغاز. وافق مجلس الوزراء على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أكد أن مجلس الوزراء وافق على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط وتجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية سنة ثالثة إضافية بدءا من تشرين الأول المقبل. بالروابط الأخوية للعراق مع أشقائه العرب، وافق مجلس الوزراء على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان وتجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية سنة ثالثة إضافية بدءا من تشرين الأول عام 2023 المقبل، والتزام شركة سومو بتجهيز كامل العقد القديم وزيادة العقد القديم للنفط الأسود
إلى 1.5 مليون طن سنوياً وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنوياً. أصدر محاضرون الصفة الثالثة بيانا دعوا فيه أقرانهم إلى الخروج بتظاهرة حاشدة اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد. ودعا إعلام الملحق الصفة الثالثة في بيان طالبوا من أسماهم المظلومين والمهمشين من ملحق الصفة الثالثة بالاستمرار بثورتهم السلمية الغاضبة لتحقيق مطالبهم. وأضاف البيان أن الحملة تجاه المحاضرين إنما هي عملية مخطط لها لحرمانهم من عقودهم وحقوقهم المشروعة. كشف ممثل متظاهري تربية الصفة الثالثة علي رضا عن نية المتظاهرين أعلان اعتصام مفتوح في حال تم تجاهل مطالبهم، واتهم رضا خلال استضافته ببرنامج حياتنا وزير التربية بحذف الفقرة الخاصة بتعيين ما يقرب من 20,000 محاضر من الكتاب الأصلي لمجلس الوزراء. مظاهراتنا لم تخرج إلا بالتوافق مع القوات الأمنية وبالتنسيق معهم، ومظاهراتنا سلمية خالصة. كان مقررين أنه اعتصام لأن أيام مفصلية تفصلنا عن الموازنة، والوضع خطر إن مرت موازنة 2023 دون تضمين حقوق أبناء مدينة الصدر، لأن هذه الطبقة صراحة خدمت بالمجان منذ عام 2020 إلى الآن تخدم هي، إضافة إلى أكثر من سنة من التظاهرات. هذه التظاهرات استمرت بعد طوال سنة، إلى بعد ذلك مجلس الوزراء حس بهذه الطبقة وصوت بجلسة علنية وبطريق مؤتمر صحفي رسمي بإيجاز التعاقد مع 35,000 جميعاً على أن يوزعون بفقرتين، الفقرة الأولى 14,825، إضافة إلى الفقرة الثانية المخصصة لل 20,660 هم يوزعون على بقية المديريات. لكن تفاجأنا بعد فترة وجيزة بكتاب من وزير التربية بإلغاء الفقرة ثانيا، ووقع عليها نائب الأمين العام سيد فرهاد نعمة. كنا نتأمل عندما يسمع السيد محمد الشياع السوداني بهذا القرار سوف يكون له تصرف مع وزير التربية بالتحقيق معه. تظاهر العشرات الخريجون التربويون أمام شركة نفط ميسان للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم. وقال مراسل قناة الرابعة أن الخريجين التربويين قاموا بقطع طريق بزرقان المؤدية إلى الشركات النفطية، مطالبين الجهات المعنية بتوفير درجات وظيفية والتعاقد معهم خدمة للعملية التربوية. أما في محافظة نجف الأشرف، فقد قطع المتظاهرون التربويون طرق الكوفة من خلال حرق الإطارات. العشرات من خريجي كليات الطيران خارج العراق في ساحة التحرير للمطالبة بوظائف وزارة النقل، أسوة بأقرانهم من خريجي الجامعات العراقية. ما يقارب 100 طيار درسوا على نفقتهم الخاصة ليجدوا عددهم لا يشكل فارقا أو مؤثرا على كم التعيينات الجديدة في موازنة 2023 التي بلغت عشرات الآلاف من فرص العمل، هو كل ما طلبوه ليتمكنوا من إعانة أنفسهم وخدمة وطنهم في مجال اختصاصاتهم. احنا هاي الوقفة حقيقة الثانية، الوقفة الأولى كانت أمام بوابة الخضراء، البوابة الخامسة توجهنا احنا بعد يعني يأس الأمل صراحة. أرسلنا كتاب إلى السيد محمد شاع السوداني قبل شهرين على رقم تليفون مكتب شكاوى رئيس الوزراء، واستلموا طلبنا وكتبونا تم استلام الطلب بس ما اجانا اي رد. طبعا احنا عاذرين، ما نقول انهم هملونا، عاذرين وجود الاعداد على هذا رقم التليفون، بس حبينا نبلغ حتى يعرفون انه احنا منتظرينه بالصوره. يوجد شباب خريجين من سنه 2018، 5 سنوات صار له قاعد، يعني انا اليوم يقول مثلا الخريج اقعد لي سنه مثلا واتعين ممكن، بس هذا صار له 5 سنوات، واذا انت تقدم لي على هاي الموازنه اللي بعد هي موازنه 3 سنوات لي قدام، ما تقدم لي درجه وظيفيه، يعني هذا 7 إلى 8 سنوات راح يظل عاطل عن العمل. هذه المجموعه من الطيارين يؤكدون انهم تخرجوا من اكاديميات مختلفه في جميع انحاء العالم ومعتمده من قبل سلطه الطيران، وينتظرون منذ تخرجهم انصافهم
من قبل الحكومة الحالية. احنا اليوم متخرجين من اكاديميات عالمية اوروبية، منها يعني اليونان والملكية واكسفورد لندن، يعني اكاديميات معترف بها عالميا ودوليا. احنا اليوم انصدمنا بهذا الواقع، جينا للعراق كنا متأمنين انه كطيار كل دول العالم الطيار هم الحكومة وهي اللي تدور وراء. احنا اليوم جينا انصدمنا بهذا الواقع، جيت انا ما عندي تعيين. احنا كطيارين اعلى تقدير احنا ما بينا 150 طيار اليوم. هل من المعقول ان الموازنه ما تقدر تضمنه؟ هاي الطاقات الشبابيه والكفاءات الموجوده، تخرجنا درسنا وتغربنا وعفنا اهلنا وحصلنا على شهادات ورخص من اكفأ الاكاديميات بالعالم. وتثير الاعداد الهائله ممن حصلوا على فرص التعيين في موازنه 2023 شهيه اغلب الخريجين الذين حصلوا على الشهاده وبالاختصاصات المختلفه ولم يتم تعيينهم في بلد أصيب بتخمة منذ سنوات بأعداد موظفيه دون أي تحرك حكومي لإعادة الحياة للقطاع الخاص ودعمه من أجل توفير فرص العمل بعيداً عن القطاع الحكومي. قد تكون الأولوية في التعيين لبعض الاختصاصات ضرورية، ولا بد من إيجاد الحلول الممكنة ممن تحتاجهم الوزارات في ميادين عملها. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. أمنياً، أطاحت مفارز معاونية استخبارات ومعلومات الحشد الشعبي في صلاح الدين بثلاثة إرهابيين في قضاء الشرقات بمحافظة صلاح الدين. وذكر بيان لهيئة الحشد أن عملية اعتقال الإرهابيين جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي والقوة الماسكة للمنطقة. كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي عن وجود 95 مقبرة جماعية في العراق لم تفتح بعد. الغراوي ذكر أن الإحصائيات التي تتعلق بالمقابر الجماعية كبيرة وقابلة للزيادة، والآلاف الشهداء لم يتم الوصول إلى معرفة مصيرهم. هذا وجرت مؤخرا مراسم تشييع جثامين 78 من ضحايا داعش الإرهابي أعدموا عام 2014 تم التعرف على هويتهم بفحص الحمض النووي بعدما عثر عليهم في مقبرة جماعية قرب سجن بادوشة. مستنكرين عدم زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني إلى مناطقهم أثناء مجيئه لنينوى، وغاضبين من تكرار تعرضات داعش الإرهابي دون حلول ناجعة. عشائر التركمان في المحافظة يعقدون مؤتمرهم ويوجهون عدة رسائل. بعد العمليات العسكرية التي أغارت فيها القوات الأمنية على متسللي داعش في ناحية النمرود جنوبي نينوى، نظم شيوخ ووجهاء العشائر التركمانية في قرية الشنف مؤتمرا عشائريا تثمينا لدور القوات الأمنية بكافة صنوفها من جيش وشرطة وحشد شعبي ونجاحها في تطهير القرى والقصبات من أي تهديدات إرهابية. احتراما وجدالا لدماء شهدائنا، قررنا يكون هذا المؤتمر الأول في موقع شهداء من أولاد تركمان، فنبقى نحن داعمين القوات الأمنية. خلال ما حصل اليومين الأخيرين في قرية شنف من هجوم داعش لهذه القرية حيث تصدى له أهل القرية، ومن ضمن الشهداء كان هناك شهداء اثنين من التركمان. ويمثل المكون التركماني ثاني أكبر المكونات السكانية لمحافظة نينوى، حيث ينتشر أبناؤها في قضاء تلعفرة والعياضية ونمرود، ولكنهم غالبا ما يشتكون التهميش في توزيع المناصب الإدارية والأمنية منذ عام 2003، وما زاد هذه القناعة لديهم عدم لقاء رئيس الوزراء بممثليهم في زيارته الأخيرة للمحافظة،
والتي التقى فيها جميع المكونات والأقليات ما عدا التركمان بحسب تصريحات وجهاء هذا المكون. من الأولى بالسيد أن يزور مجالس عزاء الشهداء، أن يقدم لهم التعازي، وأن يرسل رسالة بأن السيد رئيس الوزراء هو مع كل هذه الأطياف. أحس التركمان بأن هناك تهميش لهم. كانت الصدمة قوية على أبناء التركمان حينما تجاهلت زيارتهم ولم تطلب اللقاء بهم في مناطقهم أسوة بباقي الطوائف والمكونات. يذكر أن المكون التركماني قد تعرض لشتى أنواع الظلم على يد داعش كبقية المكونات في الموصل جراء الهجمات الإرهابية والتهميش والإقصاء في إدارة المحافظة ونيل حقوقهم. ويبدو أن القتال في حاوي الشنف من قبل الحشد الشعبي والجيش العراقي ضد تسلل داعش دفع بالعشائر القاطنة فيها باتخاذها موقفا من تلك العمليات بالتأييد والدعم لها. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. أعلنت وزارة الموارد المائية عن إعداد خطة مائية للموسم الزراعي الصيفي، فيما تفاءلت بخزين مائي جيد. عضو الملاك المتقدم في الوزارة سليم العتابي أكد المباشرة بوضع خطة تضمنت تخصيص حصة مائية لكل محافظة مع تفعيل الإجراءات لمنع التجاوز، وأشار إلى أن زيارات المسؤولين إلى تركيا وإيران أنتجت خطوات وتركيز بهذا الموضوع، وهناك مبادرة جيدة من الجانب الإيراني لزيادة إطلاقات العراق المائية. فرض عليهم واقع جديد، وكانت الهجرة خيارهم الثاني والأصعب بعد أن عجزوا عن التكييف مع خيار إعادة أراضيهم للحياة. هكذا هي حال المزارعين في كركوك، حيث تشيد عليهم أزمة المياه وحاصرهم الجفاف من كل جهة. بسبب شح المياه هجر الفلاح أرضه وتوجه إلى المدينة. هذه الهجرة لم تقتصر على كركوك فقط، بل تعدت إلى أغلب المحافظات الزراعية. نداء استغاثة وجه إلى المعنيين بإيجاد حلول للكارثة التي ستضرب البلاد بعد أن أصبحت الزراعة هماً وليست رزقاً. المياه الجوفية بدأت تنفذ في العراق، وكذلك المياه الأنهر وانخفاضها في الأنهر، مما أثر سلباً على الفلاح، فاتجه بالتالي إلى المياه الجوفية. وكما أسلفت كان هناك مشكلة في المياه الجوفية، مو كل الفلاحين باستطاعتهم حفر الآبار، مما أثر ذلك على دخلهم القومي أو دخلهم المادي. فلذلك التجأ الفلاح إلى ترك الأرض وإلى الهجرة إلى المدينة. بعضهم أجبر على حفر الآبار الارتوازية وتحمل تكاليفها الباهظة، ومنهم من لم يستطع دفع التكاليف حتى أدى به الأمر إلى ترك المحصول والأرض، لتتجلى المطالب بالضغط على دول الجوار المتسببة بهذه الشحة لتفادي أزمة لا يحمد عقباها، يقول مختصون. الآن الوضع الزراعي يحتضر، المياه اللي موجودة في السدود قليلة، وصولها إلى المزارع قليل جدا ولا يوجد، والآن أتصور حتى خطة زراعية ما موجودة للفلاح. هذا الموضوع يتحمل مسؤوليته الحكومة، لأن هي صاحبة القرار في هذا. نتمنى على الحكومة وعلى وزارة الموارد المائية أن يكون لها تواصل في الدول مع الدول الإقليمية لحل مشكلة المياه في العراق. الآن الزراعة تنعدم وتنتهي في العراق نتيجة قلة المياه. اللجوء إلى المرشات والآبار الارتوازية باتت طرقا بديلة لعلها تبدد مخاوف المزارعين من خسائر مادية جسيمة وضياع المحاصيل بحسب مراقبين. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. بكمية تجاوزت المليون طن من 9 محافظات فقط،
أعلنت التجارة نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة، موسم تتوقع الوزارة أن يوطد العلاقة بين الفلاحين والجهات الحكومية. بنجاح قد يكون هو الأعلى بين المواسم التسويقية، يحقق محصول الحنطة هذا العام مستويات متقدمة من خلال استلام تريليون دينار عن مستحقات مالية للفلاحين والمزارعين. تكشف وزارة التجارة عن تسويقها الأخير لمليون طن في 9 محافظات فقط، على أمل الوصول إلى 4 ملايين خلال هذا الموسم. يعني أعتقد إحنا تجاوزنا عتبة المليون طن من خلال 9 محافظات أو 10 محافظات الآن مستمر فيها عمليات التسويق، وكركوك تباشر التسويق خلال اليومين المقبلين. يعني كل التوقعات ومؤشرات الموسم التسويقي تؤكد أننا سنصل عتبة 3.5 مليون إلى 4 مليون طن. يعني هاي الأرقام تفوق العام الماضي بكثير، وممكن من خلالها توفير خزين جيد لحساب البطاقة التموينية. نجاحنا يقابل من وزارة الزراعة بتفاؤل كبير بعد تقليص الفجوة بين الفلاحين والمزارعين من جهة والحكومة في الجهة الأخرى، فضلا عن تنشيط القطاع الزراعي سيعني إضافة رافد لا ينضب لتعزيز الأمن الغذائي والموازنة المالية. تسليم المستحقات خلال 2 أسبوع، أو بالأحرى هي أقل من 2 أسبوع، لكن محددة هي 2 أسبوع، ينطي حافز وينطي ثقة لفلاحنا ومزارعنا بأن يلتصق في أرضه ويكون هو المعطاء لتسويق محصولي الحنطة والشعير، وبالتأكيد المحاصيل الأخرى ستكون تباع. احنا أكدنا ونؤكد بأنه البديل عن النفط هو النفط الدائم اللي هي الزراعة، لذلك نقول بأنه ننظر إلى القطاع الزراعي هو القطاع الرئيس اللي ينوع لنا مصادر الدخل. ومع ما تواجه الزراعة من تحديات يتمثل أبرزها بأزمة المياه التي تشهدها البلاد، إلا إن هناك حركا حكوميا لإيجاد معالجات لتدارك هذه الإرهاصات التي تواجه القطاع الزراعي. جوانب كثيرة بإمكان البلاد تفعيلها لتمويل الموازنة المالية، بدلا من الاعتماد فقط على الاقتصاد الريعي الذي سرعان ما تتقلب أسعاره وفقا لسوق العرض والطلب. مصطفى الوش، 4 بغداد. بأماكن عامة وخاصة تقبع التجاوزات خانقة شوارع بابل وأرصفتها منذ نحو 20 عاما، ولكن ما يختلف عن هذه التجاوزات دون غيرها هو أن المتجاوزين يهددون من يشتكي للمعنيين. تقبع هنا في الأسواق الشعبية أعتى التجاوزات وأقدمها. لم تدخر حكومة بابل أي جهد في إزالتها، فكانت نتيجة هذه الحملات القضاء على آفة المتجاوزين منذ 20 عاما ببسطياتهم. الجانب الآخر من هذه التجاوزات هي التابعة لمتنفذين وفق عقود مع دائرة البلدية في الحكومة السابقة، استحوذوا عليها عبر نفوذهم بالحصول على استثناءات للسيطرة على أماكن حيوية في مركز المدينة للاستفادة ماديا حتى بعد انتهاء عقدها مع البلدية. الحملة لن تستثني أي تجاوز مهما كان نوعه ومهما كان صفة المتجاوز، والدليل على هذا تشوفون حضراتكم الشوارع والساحات القريبة من سوق الحلة الكبير، سواء شوارع رئيسية أو شوارع فرعية، كافة الأسواق تم شمولها بحملة رفع التجاوزات. التصريح للمواطنين بخصوص التجاوزات بات صعبا لمضايقات الجهات المتنفذة ومنعهم من الإدلاء برأيهم، حتى وصل الحال لمحاربتهم على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الاعتراض جاء من ناشطين نتيجة استخدام القوة في بقاء التجاوزات بحسب ما يقولون. تجاوز العوامل اللي معطلة مشروع كورنيش محافظة بابل، اللي هو يعتبر المتنفس الوحيد لمحافظة بابل، لذلك رسالتنا إلى الجهات المحلية في محافظة بابل أن تكون وترى جميع التجاوزات بعين واحدة. هذه العوامل أساساً منتهي عقد البلدية معها، وقبل لا ينتهي عقد البلدية أساساً أكو فد بند بيها، أنه عندما تكون أكو فد أعمال توسعة وكري تنشال هذه العوامل. رغم مضايقات التصوير التي تعرض إليها ملاك الرابعة، إلا أنها استمرت على منهجها في تطبيق شعارها: صوتك فكرك سلطتك.
أقفوا بالقرب من التجاوز رقم لا نستطيع عدها، ليس لأننا لا نعلم الرياضيات بل لأنها لا تحصى وكلها تابعة لمتنفذين في الدولة العراقية. زيد الشهيب، رابعة، بابل. تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إذ تصدى فلسطينيون للاقتحامات في مدن نابلس وطوباس وسفلت والبيرة وبلدة اليمون. وبحسب وسائل الإعلام أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام، فيما أكدت كتائب شهداء الأقصى أن مقاوميها تصدوا للقوات المقتحمة بسلية كثيفة من الرصاص وبالعبوات المحلية الصنع. يحيي الشعب الفلسطيني الذكرى 75 للنكبة التي جرى على أثرها تهجيرهم من أراضيهم من قبل اليهود في العام 1948. 75 سنة مروا على ذكرى النكبة، يوم هجر الشعب الفلسطيني عنوة من أرضه عام 1948. منذ ذلك الوقت والاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين وأراضيهم. هنا في غزة الفصائل الفلسطينية أحيت ذكرى النكبة بوقفة أمام مقر الأمم المتحدة لتجديد التأكيد على التمسك بحق العودة واستمرار نضالهم. ذكرى 75 لنكبة شعبنا الفلسطيني نحمل بريطانيا المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي حلت بشعبنا الفلسطيني، حيث أعطى من لا يملك لمن لا يستحق وليس له حق على الأرض الفلسطينية. نحن نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية بفلسطين، وفلسطين من بحرها إلى نهرها. التذكير بهذه النكبة هي استمرار مأساة الشعب الفلسطيني من خلال حملة الاعتقالات الواسعة والقتل والتدمير والعدوان والحصار، وبالتالي هذه رسالة للشعب الفلسطيني الذي يعيش الحياة اليومية والظروف اليومية، والذي يكشف زيف الدعات المجتمع الدولي وزيف الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعلم ويعرف أن هذا الشعب، هذا المجرم والاحتلال الإسرائيلي لا يريد لشعبنا بالبقاء على الحياة ولا التسليم بحق المشروع. ورغم صعوبة واقع الحال الذي يظهر واضحا في أزقة المخيمات التي مرت 7.5 عقود على مأساة التهجير، لكن اللاجئ الفلسطيني لا زال متمسكا بحقوقه المسلوبة والعودة لديار آبائه وأجداده. احنا عندنا حق العودة، حق مقدس ولا يمكن نتنازل عن هذا الحق. كل واحد فينا لاجئ طلع من 48 لازم يرجع لبلاده في يوم من الأيام، واحنا متمسكين بحق العودة مهما عملوا اليهود ومهما حاولوا انهم يعني يطرسوا القضية. ابدا حق العودة هذا يعني لا يمكن ننساه ابدا. ذكرى النكبة تأتي هذا العام في وقت يتصاعد فيه إرهاب الاحتلال من خلال تكريسه لسياسة الفصل العنصري واعتداءاته التي لا تتوقف ضد شعب أعزل يناضل لاستعادة أرضه المسلوبة. 75 عاما يعيش الفلسطينيون على بقايا وطن، وطن ينهش به الاحتلال يوما بعد يوم، لكن حلم العودة يبقى راسخا في عقول وقلوب الفلسطينيين. من مخيم الشاطئ للاجئين بغزة، محمد البلبيسي، قناة الرابعة. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه في حالة الفوز بالانتخابات فأنه يعتزم الحفاظ على السياسة نفسها في العلاقات مع روسيا ودول أخرى كما كان من قبل. أردوغان وفي مقابلة صحفية أشار إلى أنه لن يتحدى روسيا كما فعل حزب الشعب الجمهوري، مؤكدا الاستمرار على هذا النهج من الآن فصاعدا. كما حث أردوغان منافسه كمال كليجدار أوغلو على الشعور بالخجل بعد تصريحاته حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات البلاد. هذا ومن المؤمل أن يجتمع اليوم زعماء أحزاب تحالف الأمة المعارضة لتقييم نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية،
ومن المقرر أن يجرى الاجتماع المغلق في مقر حزب الشعب الجمهوري بالعاصمة أنقرة، ووفقا لمصادر سياسية أن الزعماء الستة سيحددون خريطة طريق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 من الشهر الحالي. قبل ختام النشرة، تذكير بأبرز ما ورد فيها. البرلمان يقترب من إقرار الموازنة، المالية النيابية تصوت على عدد من موادها، وتحذيرات من تضخم العجز. المفوضية تعلن استعدادها لإجراء اقتراع مجالس المحافظات، ومطالبة تطبيق المادة 140 تعود مجدداً. المحاضرون يصعدون احتجاجاتهم، قطع طرق حيوية في النجف وميسان، وساحة التحرير تستعد للتظاهرات. مطمئنة بخزين مائي، الموارد تتحدث عن تفاهمات مع دول الجوار، والجفاف يحاصر المزارعين في كركوك. نشرة منتصف النهار انتهت، شكرا لطيب المتابعة، اترككم في رعاية الله.